بما انك ذكرت عم سمير غانم الله يرحمه الله يرحمه اتعاملت معاه ازاي وعملت له كم بدله بالظبط؟ انا عملت له حوالي من 8 ل 10 وكان اول التعامل كان فيه موقف شهير انا بعتبر نفسي انا مديون بيه ليه لانه كان حد جميل جدا على المستوى الشخصي بجانب الشغل ان هو ضحكنا كتير وبسطنا كتير لكن كان انسان جميل جدا. فكان في موقف شهير كنت في يوم رايح المسرح مسرح قصر النيل مسرحيه ديريومي فاصوليا فانا داخل المسرح راح لي شعبان فاتفاجئت بالاستاذ احمد دبيار المنتج بيقول لي انت اشرف رجل قلت له انت تعالى انا عايزك الاستاذ عايزك فانا بفتكر نفسي داخل العم شعبان فاخدني الاستاذ سمير طبعا كنت سعيد جدا قال لي شعبان جابك منين؟ شعبان جابك ازاي؟ ده انت اللي مغلط الدنيا دي وانت اللي عامل التغيير ده كله انا عايز اعمل بدله فده كان اول تعامل عملت له اول بدله فقال لي حسابك كام؟ فانا قلت له يا فندم خلاص خليها هديه مني لحضرتك ده شرف ليا ان انا اتعامل مع سيادتك يا قال لي لا قول لي حبيبي قول لي حسابك كام؟ فانا قلت اخد ثمن القماش فقط عشان اجامله واكسبه فانا قلت له 6.5 انا في ضميري 650 جنيه فمشكورا اداني 6.5 فاخدت الفلوس وطلعت فوق عند اوضه عم شعبان فكنت مرتبك مش هكذب عليك فقلت له يا عم شعبان الامر 1 2 3 قال لي مالك في ايه؟ قلت له امر 1 2 3 والناس دي بتشتري من بره كده فقال لي طب ما قلتليش ليه؟ ما قلتلوش ليه؟ قلت له ما انا اتفاجئت والفلوس اهي قدامك وقال لي طب خلاص اما يخلص العرض هننزل وتديله فلوس واحنا لسه بنتكلم لقيت الاستاذ احمد البياري جاي بيقول لي خد 10 قلت له يا فندم قال لي انت شغلك كويس وحد محترم وحد جميل بس انت اسعارك غاليه فالاستاذ سمير ما بيعرفش يفاصل فانت حاول تريح السعر شويه طبعا هو بيكلمني على اساس ان هو ينزل حاجه من الفلوس اللي انا اخدتها فقلت له يا فندم انا بقصد 650 جنيه قال لي نعم طب خلاص قلت له خلاص يا فندم قلت له لا انت كده هتضيع حقي خدني واطلع يا عم شعبان الفلوس فوق وخدني وانزل للاستاذ سمير قال لي بقول لك خلاص الناس دي شغاله عندي قلت له الناس دي شغاله عندك انا غلبان ومش شغال عندك انت كده هتضيع حقي وهتطلع لي شكل وحش فالراجل راح واخدني تحت باطه مشكورا وراح طلع لشعبان قال له الواد قال لي الفلوس اهي وخدني ونزل للاستاذ سمير غالي فكان مبسوط جدا جدا مني فاداني حسابي واداني 1000 جنيه زياده وراح سجل في لبنان واتصل بيا من لبنان عشان يقول لي انا كلمت عنك كويس وسجل الحلقه دي كانت اسعد مكالمه جاتني في حياتي لان انا كنت مش متخيل ان هو ممكن انا اجي في باله ان هو يتصل بيا ويهتم ويقول لي حاجه زي دي وهو عارف ان هي هتفرحني قوي فدي حاجه انا كنت مديون بيها للراجل الطيب ده رحمه الله عليه فكنت لازم اطلع اقولها بعد وفاته قد ايه الراجل ده كان جميل جدا في تعامله وفي كل حاجه وكان راجل شيك وحنين جدا رحمه الله عليه قلت ان انت عملت له 8 من 8 ل 10 برضه حسبته بنفس ال تاني مره تاني مره قال لي عايز مجموعه بناطيل فراح مديني مبلغ عربون فعملت الحاجات اللي قال لي عليها ورحت اوديها له فقال لي حسابك كام قلت له حسابي قد كده يا فندم فراح مديني حسابي كامل فقلت له يا فندم انت بتديني عربون في الاول قال لي ده بتحسب طول طبعا انت عايزني احرف ولا ايه وقعدت ايه اضحك معاه قال لي لا انا مش هحاسبك على دول خلاص ليك انت وحسابك كامل اهو انت حد محترم وحد كويس ممكن تبقى تجيني البيت يا اشرف قلت له يا فندم اجي لك في اي وقت انت عايزه تحت امرك في اي وقت فقد ايه كان راجل جميل في تعامله وتحس ان هو منك كده مش بيتعامل بعنجهيه ولا بحجم نجوميته عملت معاه في الفتره بتاعه المسرح بتاع قصر النيل دوري مي فاصوليا واخر تعاملات كان في المسرح المسرحيه الاخيره كان معاه مش عبان برضه وعم طلعت الله يرحمه يعني اخر تعامل كان سنه كام؟ من حوالي 3 سنين من 3 سنين يعني قبل وفاته كنت آخر مسرحية عامل له اخر بدله كان لابسها في المسرحيه الاخيره عملت له اخر حاجه كانت بدله برضه سودا فيها شغل